في يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من شهر كانون الثاني من عام 1994، قطع التلفزيون السوري بثه بشكل مفاجئ ليعلن مدير القناة الأولى عادل اليازجي بصوت بكائي مزعور وفاة الرائد الركن المظلي الفارس الذهبي المهندس باسل حافظ الأسد، وذلك على إثر حادث أليم على طريق مطار دمشق الدولي. وما إن أعلن نبأ موت باسل الأسد حتى تم إجبار السوريين على الحداد والنزول للشوارع ولبس السواد. في هذا التقرير ننقل لكم روايات مقتل باسل الأسد وكيف كان هلاكه انتقاما من الله لحافظ الأسد، ونذكر لكم أيضا بعضا من جرائم باسل الأسد. نشأة باسل الأسد. ولد باسل الأسد وهو الابن الأكبر لحافظ الأسد في 23 من شهر آذار من عام 1962. درس باسل الأسد في مدرسة اللاييك في دمشق، وانتسب إلى حزب البعث وهو في 13 من العمر، قبل أن ينتسب إلى جامعة دمشق ويحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية في عام 1984. انتسب إلى القوات المسلحة متطوعاً في شهر أيلول عام 1984، وتخرج من كلية المدرعات مهندساً قيادياً برتبة ملازم أول، وفي عام 1987 رفع إلى رتبة نقيب. كيف مات باسل الأسد؟ الرواية الأولى: تناقلت الأخبار ذلك الوقت أن من كان وراء قتله هم أبناء عمه ممن يتزعمون المافيا في سوريا، أو كما يطلق عليهم محلياً زعماء الشبيحة. والسبب أن باسل أراد السيطرة على مرفأ اللاذقية، وهو الشريان الأقوى في قضايا التهريب والممنوعات، والاستفادة منه وحرمان أبناء عمومته منه، الأمر الذي أغضبهم فتخلصوا منه بزرع عبوة ناسفة على طريق مطار دمشق الدولي. الرواية الثانية: كتب الدكتور أحمد أبو مطر مقالا بعنوان إطروحات رفعة الأسد عائلية طائفية مرفوضة، أن موت باسل الأسد جاء انتقاما من رفعة الأسد بعد أن طرده شقيقه حافظ الأسد من سوريا، حيث حاول رفعة السيطرة على الحكم في فترة مرض حافظ ودخوله في غيبوبة جراء نوبة سكري حادة، لكن حافظ استطاع السيطرة على الوضع بمساعدة والدتهم ناعس شاليش. ولم تمضي 10 سنوات من طرد حافظ لشقيقه رفعة الأسد حتى كان مقتل باسل بحادث سير مدبر. الرواية الثالثة: تحدثت الكثير من المصادر وقتها أن موت باسل الأسد جاء انتقاماً من زعماء تجار الدبغ، والذي زج بهم باسل الأسد وقتها في السجون، ومنح تجارة وتهريب الدبغ لأبناء أخواله من آل مخلوف. وفعلاً تم منح حق التجارة الحصري لكل تبغ سوريا لمحمد مخلوف خال باسل الأسد، ولهذا قام بعض التجار وممن ينتمون لطائفة باسل الأسد بتعطيل فرامل سيارة باسل، وخصوصا وأن حافظ مخلوف كان برفقة باسل الأسد، وهو أيضا كان ضمن أهداف تجار التبغ المقبوض عليهم في سجون باسل الأسد. العين بالعين. موت باسل الأسد المفاجئ شكل أكبر صدمة لحافظ الأسد، وأذاقه لوعة فقد الأبناء التي سبق وأن أذاقه قبل سنوات قليلة لآلاف السوريين في مجزرة مدينة حما وفي السجون والمعتقلات. فشرب حافظ الأسد من نفس الكأس الذي أجبر السوريين على شربه، مما اضطره لاستدعاء ابنه بشار الذي كان يتعالج في بريطانيا من مرض نفسي لتهيئته ليكون الوريث بدلا من أخيه باسل. مجرم بالوراثة. أقيم حفل تأبين لباسل الأسد في القرداحة، تحدث فيه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قائلا: في أن شابنا الذي توفاه الله عز وجل اتخذه الله سبحانه وتعالى وعاء لجملة من القيم والأخلاق والمبادئ.
ولكن باسل الأسد الذي وصفه الشيخ البوطي بأن الله سبحانه وتعالى اتخذك وعاء من القيم كان خير تعبيراً عن قيمه. قصته مع مؤسس نادي الفروسية الفارس الدمشقي عدنان قصار، والذي شارك إلى جانب باسل في الدورة العربية للفروسية عام 1992 وتفوق عليه، فأمر باسل باعتقاله وأودع السجن لمدة 21 عاماً. وكان يتم تعذيب الفارس الذهبي الحقيقي عدنان القصار مرتين أو 3 مرات يومياً كنوع من الانتقام على شيء لم تفعله يداه. وقد تم الإفراج عنه في شهر حزيران عام 2014 بعفو رئاسي. وأيضاً من أفظع جرائم باسل الأسد مجزرة سجن الغويران، والتي راح ضحيتها المئات من السوريين حرقاً. وأنتم أخبرونا ما هو رأيكم في روايات موت باسل الأسد؟